ربما هذه الصورة لأبو الهول التمثال المنحوت بالجيزة هي واحدة من أغرب الصور لهذا التمثال المصري العظيم. لو بصينا كويس هنلاقي مجلة لايف الشهيرة جدا اللي بتؤرخ بالصور في القرن العشرين وما زالت مشهورة جدا. هذه المجلة وضعت على غلاف يوم 19 أكتوبر 1942، يعني في وقت الحرب العالمية الثانية، في فوليوم 13 نمرة 16، حطت عنوان The Sphinx Goes to War، أبو الهول يذهب إلى الحرب. واكتشفنا كمان من الصورة أن يوجد صخور وحقائب رمال بتحمي رقبة أبو الهول، تبتدي من تحت رقبته ودقنه إلى جزء كبير جدا أسفله. منظر عجيب ما تعودناش نشوف أبو الهول فيه، لكن مجلة لايف الشهيرة حطت عنوان Rocks and sandbags protect its neck against bombs، يعني هذه الأحجار والصخور وهذه الحقائب المليئة بالرمال لحماية أبو الهول الرقبة بتاعته من القذائف. أضف إلى معلوماتك بسام الشماع.